السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا أعزائي المعلمين والمعلمات في رابع تطبيقات الأجهزة الذكية والتعلم الذكي والمتمثل ببوك ويدجت. بوك ويدجت منصة بلجيكية تعمل على تقديم تعلم تفاعلي بأدوات وعناصر تفاعلية تتضمن إضافة محتوى، ألعاب ووسائط متعددة، وثائق تعليمية، متابعة أداء المتعلمين. وتتاح هذه المنصة للمعلم أو المصمم بوضع أي خبرة أو أي مادة تعليمية عليها، ويتاح التطبيق للطلاب للدخول عليه عن طريق آليتين، إما عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الأجهزة أو تطبيقات الأجهزة الذكية في كل من الأندرويد والأبل. يقوم المعلم بتصميم الخبرة التعليمية ثم تزويد المتعلمين برمز الدخول إلى الفصل الافتراضي أو الخبرة التعليمية، أو يقوم بإضافة الطلاب عبر البريد الإلكتروني بإرسال بريد إلكتروني لكل طالب. انطلق معكم الآن أعزائي إلى التطبيق وتصميم الخبرة التعليمية. فقط نكتب في محرك البحث اسم التطبيق بشكل مباشر، نقوم بإنشاء الحساب، يكون إما عن طريق حساب الجيميل أو عن طريق إنشاء حساب خاص بك، ثم تقوم باستكمال بقية إجراءات التسجيل. نقوم بعملية استكمال إجراءات التسجيل وتأكيد الحساب وتأكيد الموافقة، ثم تقوم هذه المنصة بإرسال بريد إلكتروني إلى البريد المسجل الخاص بك لتأكيد عملية الحساب الدخول إلى الحساب. قد يكون هذا البريد في البريد الغير هام أو في الجنك ميل. ثم بشكل مباشر تفتح هذه المنصة للمعلم ليضيف الخبرة التعليمية عليها. نتيجة لخبرة المعلم السابقة في هذه المنصة، فقد قامت بإنشاء حساب خاص بها مسبقا. بعد أن تفتح لك هذه المنصة وتمكنك من التفاعل معها عزيزي المعلم، تستطيع أولاً إنشاء فصل خاص لكل مرحلة تعليمية. لإنشاء فصل خاص بأي مرحلة تعليمية تكتب اسم الصف، لنفترض الصف وتدعم اللغة العربية الصف الثالث، ثم يمكنك إضافة وصف إما أهداف تعليمية أو مثلاً أسماء الطلاب أو أي وصف يمكن أن يفيد في إنشاء المجموعة. ثم تختار عملية أو خصوصية هذا الصف، إما أن يكون مغلق للطلاب فقط أو يكون مفتوح، ثم حفظ. بعد إنشاء الصف ستجد الصف في القائمة على اليسار. بشكل مباشر تذهب إلى المجموعة الخاصة بك أو بالصف الخاص بك. نقوم الآن بإضافة الأنشطة لهذا الصف، أيا كانت الأنشطة الخاصة بهذه المرحلة التعليمية أو المقرر الذي تقوم بتدريسه للمرحلة التعليمية. بداية Create a New Widget، تكون أو تتمثل أو تمثل هذه الصفحة مجموعة الأدوات المتاحة للمعلم ليستفيد منها في إثراء المادة العلمية الخاصة به. تتمثل هذه الأدوات إما بالاختبارات والمراجعات ومجموعة أدوات الاختبارات والمراجعات من كويزز، من بطاقات، من أيا كانت هذه الأدوات متاحة للمعلم، أو باستخدام الألعاب التعليمية، أو باستخدام الوسائط المتعددة. يمكنك إضافة أي وسائط متعددة واستخدام أي من هذه الأدوات لإثراء المادة العلمية في وسائط متعددة أيضا، أو عن طريق إضافة الوثائق التعليمية كالبي دي اف فيور أو غيره، أيضا عمل الاستفتاءات والتخطيط للمادة العلمية. كل هذه الأدوات متاحة لك عزيزي المعلم عزيزة المعلمة كقوالب فارغة تضيف عليها المادة العلمية. في تجربتنا الأولى لنفترض إنشاء بطاقات للمواد أو بطاقات فلاش كارد لأي مادة تعليمية. لنفترض إضافة بطاقة، على الوجه الأول سنكتب لنفترض تعريف ثم العنوان الخاص بهذه البطاقات، ثم على الوجه الآخر للبطاقة لنفترض
ثم نكمل بقية التعريف بهذه الطريقة، ثم نضيف بطاقة أخرى لنفترض العنوان ذاته، ثم نكتب الخصائص على الجهة الأخرى لنفترض وبقية الخصائص، ثم نعرض المادة العلمية حتى نتأكد من عملية التصميم. سيكون عرض المادة العلمية للطلاب بهذا الشكل: تعريف الفلزات. يتعرض الطالب أولا للوجه الأول من البطاقة، ثم يضغط عليه ويتعرف على التعريف، يقوم بحفظ التعريف، ثم التدرب عليه. تعريف الفلزات، يراجع الطالب التعريف ثم يتأكد من الإجابة الصحيحة والخاطئة. هذه بالنسبة للبطاقات. ثم شير، نعمل لها مشاركة حتى ننشرها للطلاب ويستطيع الطلاب الدخول عليها. تعطي المنصة المعلم رابط الوصول إلى هذه الخبرة التعليمية التي قام بتصميمها، إما عن طريق رابط إلكتروني أو عن طريق رمز يقوم الطلاب بإدخاله في الموقع الإلكتروني أو في التطبيق على الأجهزة المحمولة، أو عن طريق كود بعدما يحمل أو ينزل الطلاب التطبيق على أجهزتهم الذكية. بمجرد تمرير الكاميرا على هذا الرمز سيفتح مباشرة التطبيق على الخبرة التعليمية التي قمت بإنشائها عزيزي المعلم أو عزيزتي المعلمة بشكل مباشر. هذا فيما يخص الفلاش كارد، ستجدها في الصف معروضة بشكل مباشر، وهذا رمز الوصول إليها، وتتاح لك أيضا جميع خصائص الوصول إليها وتوصيلها للطلاب. أيضا يمكنك إضافة نوع آخر من الأنشطة كالألعاب التعليمية، لنفترض كروس ووردز، يدعم التطبيق بشكل كعمل اللغة العربية. لنفترض إضافة الكروس ووردز، لنفترض التعريف، ثم يكون بهذه الطريقة. تضيف الكلمة وتعريفها، لنفترض الإحسان. ثم بقية التعريف آخر، وتضيف ما تشاء من تعريف، ثم إنشاء اللغز. بعد عملية إنشاء اللغز تقوم بمشاركته للطلاب بشكل مباشر. أيضا يمكنك إضافة تصاميم خاصة للعبة التي قمت بإنشائها كإضافة صورة، رمز أو غيرها. مرة أخرى طريقة الوصول إلى هذه الخبرة التعليمية برمز آخر يصل إليه المتعلمين. قد لا تحتاج عزيزي المعلم عزيزتي المعلمة أن تزود المتعلمين بالرابط بشكل مستمر، حيث أنك بمجرد إضافتك للطلاب بهذا الفصل الافتراضي، عند إضافتهم بشكل مباشر وبدخول الطلاب إلى هذا الفصل الافتراضي، سيجدون الأنشطة التي قمت بتصميمها تبعا. لنفترض حتى فكرة عن عملية التعلم بالألعاب، تعرض الكروس وورد بهذه الطريقة، وهي تحقق معايير الألعاب في انجذاب المتعلمين في غيرها. تخفى التعاريف، ثم لنفترض هنا يجب أن يكتب الطالب المفردة للتعريف، وأيضا في هذه الجهة يكتب التعريف الآخر للجزء السفلي down، وهكذا تتنوع الألعاب في بوك ويدجت فيما بين الكروس وورد وغيرها. أيضا المتطابقات، أيضا لعبة الذاكرة، إضافة صور، إضافة أصوات، إضافة فيديوهات، إضافة وسائط متعددة تدعم التعلم من خلال هذه الألعاب. الهانجمان أيضا تدعم اللغة الإنجليزية بشكل كبير،
ومفردات وحروف وإملاء اللغة العربية، حيث بمجرد إدخال المصطلحات إذا كانت الإجابة صحيحة يفوز المتعلم، أو إذا كانت خاطئة يشنق الرجل الموجود. هذا فيما يخص الألعاب التعليمية. إضافة الصور كذلك أو الوسائط المتعددة، إما اليوتيوب أو أيضا الصور، أو أيضا يمكن إنشاء بيئات أو وسائط تعليمية ثلاثية الأبعاد. لنفترض إضافة الصور، يمكنك إضافة صورة قبل أو بعد وطرح المقارنة للمتعلمين. لنفترض اختيار صورة موجودة في الجهاز، أو حتى يمكنك إيجاد هذه الصورة في عبر الإنترنت. لنفترض نقوم بوضع صورتين حتى نستخرج الفروقات فيما بينها، نثري العملية التعليمية بالوسائط المتعددة. لنفترض بيئة صحراوية، نقوم بتنزيل الصورة، ويمكنك عزيز المعلم أو عزيزة المعلمة استخدام هذه الآلية في الفصل بشكل مباشر عبر الأجهزة أمام الطلاب، وحتى تثري العملية التعليمية داخل الصف بنوع من المناقشة والتحليل والتفكير الناقد، ثم إضافة بعض الإضافات كصورة تمثل هذه الوحدة التي تقوم بتدريسها، العنوان مثلا مقارنة، وهكذا. ثم تكون بهذا الشكل تعرض للمتعلمين يقومون بالمقارنة بين البيئتين. كل هذه الأنشطة ستكون موجودة في الصف الافتراضي الذي قمت بإنشائه، والذي تستطيع إضافة الطلاب به بشكل مباشر. لنفترض تستطيع إضافة الطلاب في بشكل مباشر. أيضا يمكنك الاستفادة من عملية الاتصال المتزامن مع الطلاب ومناقشة الأعمال عن بعد مع المتعلمين. أيضا بالنسبة لبوك ويدجت، نستطيع الإفادة منها أو من مميزاتها في العملية التعليمية أنها متاحة على جميع أنظمة التشغيل، على الأجهزة اللوحية والنقالة، التعلم غير رسمي خارج نطاق الفصل من خلال أجهزة النقالة، الربط بفصول جوجل مثل ما أوضحنا، وبين أنظمة إدارة التعلم شاملة لكل العناصر، أدوات تعرض محتوى كسلايدات، الوايت بورد، الفلاش كارد وغيرها، أداة تقييم، ألعاب تعليمية، التنوع حتى في الألعاب التعليمية ما بين الكروس وورد والهانج مان وغيرها. أيضا كذلك ملائمة المنصة بأدوات الألعاب لجميع جميع المواد التعلم، إمكانية تصدير التصميمات التعليمية إلى مكونات أخرى كالبي دي إف وتنزيلها على الأجهزة، الاستفادة منها والإفادة منها في العملية التعليمية، إلى جانب إمكانية إيراد والتصدير بشكل كامل، إنشاء فصل دراسي وسهولة توصل المتعلمين للألعاب والأدوات الرقمية الموجودة فيه، يتسم بنظام تغذية راجعة متكامل، يتسم أيضا بقدرة المتعلم أو يتيح للمعلم متابعة أداء المتعلمين وتقييمهم بشكل مستمر داخل الحصة الدراسية وخارج الحصة الدراسية. مرة أخرى، هذا النوع من المنصات أو هذا النوع من التعليم المستمر والموجود خارج نطاق الحصة الدراسية والمتميز بألعاب تعليمية ووسائل تفاعلية، قد يثري العملية التعليمية ويتغلب على بعض من مشكلاتها، وهي ما أوردناها سلفا في ضعف الدافعية وتكدس الفصول بالطلاب في الفصل الواحد. تطبيقنا الأخير بوك ويدجت، أتمنى أن تكونوا استفدتم من تطبيقات التعلم الذكي، وأتمنى منكم تطبيقا موفقا وناجحا ومزيدا من التفوق والنجاح. شاكرة لكم استماعكم، أتمنى لكم مزيدا من التفوق.